ثلاث ليه؟ يعني مش عارف ليه ليه على وشك في قلق. بس بص البرنامج لما تتفرج عليه من اول مره كده تخاف منه، تتفرج عليه اكتر تخاف اكتر. طب وانت خاف من السناب؟ ما كنتش خاف من دول، خاف من مين؟ بنصر عليك. يلا بينا خلاص. واحد لا يلا بينا.